تعالي أحكي لك أسوأ توب 10 تيبس ممكن تعمليهم إذا أنت بنت بلس 18 ورايحة على مقابلة عمل. أسوأ 10 نقاط. جاسم مصطفى ونو مور ويلا نبلش. أول نقطة، لا تروحي على الموعد ولا قبل الموعد بعشرة لخمستاشر دقيقة وما تكوني جاهزة على الوقت اللي أنت لازم تكوني جاهزة عليه وادعيلي. النقطة الثانية، احكي اللي بقلبك واللي بقلبك على طرف لسانك، ولما يسألك اللي بتقابلي احكي له أنا هيك، أنا اللي بقلبي على لساني وصريحة، وبأغلب الأحيان هون أنت جبت العيد تماما ودخلنا بالحيط. النقطة الثالثة، اكذبي ثم اكذبي ثم اكذبي. لا تستغربي لأنه الحقيقة كثير مهمة في مقابلات العمل، وحضرتك ما بتعرفي قديش اللي بيقابلك هو أصلاً مهتم وراح يشيك كثير على خلفيتك العلمية والعملية وليس الخلفية المادية، ويعرف إذا أنت بتحكي الحقيقة ولا عم تكذبي. والنقطة رقم 4، كوني زنخة ودمك ثقيل على أساس أنه أنا بروفيشنال، أنا strong independent professional. لا يا ستي ما بدنا، شكرا، لا تيجي على المقابلة. المطلوب عن جد تكوني نايس وكوني فريندلي، بس ديري بالك ترى في شعرة بين ما انك تكوني نايس وفريندلي وبين انك تقلبيها زناخة وقلة هيا، فديري بالك كوني نايس وبس. والنقطة الخامسة وهي كثير مهمة عشان تخرب الدنيا، حاولي انك انت تتصنعي على الاخر وقد ما تقدري. ومش حكينا لك كوني نايس في النقطة اللي قبل هاي تقلبي لي اياها مستر بين، ولا حكينا لك كوني قد حالك في المقابلة فتقلبي لي اياها دي روك. لا، كل مطلوب منك تكوني نايس وكايند وبروفيشنال، بس at the end of the day لازم تكوني على طبيعتك وتكوني انت. النقطة رقم 6، not selling yourself. من أكبر الأخطاء اللي ممكن تعمليها في مقابلة العمل إنك أنت ما تحاولي إنك أنت تبيعي your skills و your abilities و your professional practices اللي أنت متعودة إنك أنت تعمليهم. في ناس كثير بوقعوا بهذا الفخ، كيف أنا أكبر من إني أنا أقعد أسوق لحالي، شو أنا بدي أقعد أحكي له عن حالي؟ لا، ديري بالك كثير منيح، الموضوع ما في مين أكبر من مين. مقابلة العمل هي المكان الوحيد اللي أنت بتقدري إنك أنت تبيعي فيه قدراتك وتقنعيهم بمهاراتك. ما عملتيها عشان كبريائك وانت ملكة مش عارف ايش، that is up to you. at the end of the day ما راح تقدر تتوظفي بهذه الطريقة. النقطة رقم 7، من اهم النقاط اللي راح تشل امل الايفاليويشن تبعك في مقابلة العمل، ضروري تديري بالك انك تعمليها عشان تجيب العيد على الاخر. ضلك شيكي الموبايل وضلك شيكي الواتساب ورد عليه وكنكني، مش كنكني، واضحكي ضحكة الكنكنة اللي كلنا بنعرفها. يا عمي لا ترد عليه، لا ترد عليه، عادي هو قادر يتنفس، ما عنده أي أدنى مشكلة وقادر يعيش من غيرك هالساعة ولا الساعتين اللي رايحيتهم على الانترفيو، فمشان الله ركزي معانا في الانترفيو عشان ما نجيب العيد. النقطة رقم 8، في إضاعة فرصة العمل وإنك تجيب العيد برضه، ضلك شيكي على أم الساعة في الموبايل أو الساعة اللي في ايدك، ما هو حضرتك سلسلة الشركات الموجودة عندك راح تخسر 6 مليار دولار في الساعتين ثلاثة اللي حضرتك جاي فيهم على الانترفيو. لا، كلنا عارفين انه ما عندك سلسلة شركات ولا راح تخسري 6 مليار وانت جاي على المقابلة علشان المقابلة. هذا يعكس عدم اهتمام في المقابلة، وديفينتلي الريزلت ما راح تكون منيحة للأسف. والنقطة رقم 9 اللي راح تجيبك اكتاف في مقابلة العمل، اوعي تعملي الهوم وورك تبعك منيح، اوعي تقرأي عن البوزيشن كثير منيح، اوعي تكوني عارفة 100% انت على ايش رايحة ولا شو رايحة تقابلي. ليه؟ لانه اتفقنا في نقطة من النقاط السابقة انه حضرتك هيك واكبر من هيك، وهو لو انه مهتم راح يعرف لحاله وما بيطلع له يسألك كل هاي الاسئلة، صح؟ علشان هيك برضو جبنا العيد. والنقطة رقم 10 والاخيرة عشان ندمر تماما الفيرست امبريشن والفيدباك والايفالويشن اللي راح يطلع في مقابله العمل، روحي فل ميك اب والبسي اكثر لبس غير لائق لمقابله العمل من كل النواحي، وظبطي حالك على الاخر، واذا عندك كعب بطقطق كمان امورك 100% اعمليها، وانا بوعدك انك راح تروحي تدوري على فرصه عمل ثانيه ثالثه رابعه خامسه عشره. المهم you would never get the job إذا أنت بتعملي هذا الحكي. وبالآخر بعد ما حكيت لك العشر نقاط اللي هم التوب 10 worst
تيبس ممكن تعمليهم في مقابلات العمل، راح احكي لك اذا بتعملي واحده منهم او مجموعه منهم او بتعملي العشرة كاملين، انا بضمن لك بنسبه 99% انك انت راح تخسري الوظيفه اللي انت رايحه عليها للعمل. حتساليني وال1% ليه تركتها، حترك لك اياها علشان هو مش عارف مع مين بيحكي، وتخلي البابا يتدخل وتتوظفي غصب عنه. سلام.